مجلس التطبيع بالعكس يا نصر الدين، يعني اجتهدوا 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 قدروا يستقطبوا تركي آل الشيخ. ملف الملعب اجادوا فيه تماما. اداريا عملوا استقرار، جلبوا مدرب بقامه ريكاردو حتى افريقيا. اقول لك كانت مندهشه، المدرب ريكاردو كيف جاي في افريقيا؟ جابوا تركي آل الشيخ بغض النظر، المهم هم في اطار لجنتهم. انت لما دارت انتقد اللجنه دي تنطلق من منطلق يعني حبيبي. نعم انا اللجنه دي انا كنت اكبر الداعمين ليها. نعم كويس، انا كنت اكبر الداعمين ليها، لكن يا جماعه اللجنه دي في الفتره الاخيره ما حققت الشيء المطلوب. نعم من تسجيلات. انت تعرف انه نحن الان باقي 4 أيام للتسجيلات، كويس؟ التسجيلات بتنتهي ب 12، والتسجيلات دي هي اللي بحق لها تلعب بطولة افريقيا اللي هي بتبدا في اوغست، كويس؟ نعم. انت للان ما سجلت اجانب، يعني حتستمر بينه بيريتشر وابراهيم، كويس؟ معناته انك انت ما حققت الشيء المطلوب، كويس؟ اذا كان انا ريتشر وابراهيم ما قادرين يهزموا لي هلال الفاشل، هل حيعادوا لي التمهيدي؟ لا بالتاكيد طبعا، هو اعاده انتاج الفشل. نعم ايوه، نحن وجود اللاعبين الحاليين بهذه القيمه الفنيه الضعيفه اعاده انتاج للفشل مره اخرى. نعم فشل الفني انا بتكلم، لا انا اقول لك الفشل، نحن بنتكلم الفشل الفني. نعم. نتيجه للفشل الاداري، يعني الاداره بتتحمل الجزء الاكبر حسب طبعا. انت الليله تسجيل ده مدار قروش يا نصر الدين. طيب انت ما عندك قروش استغيل، انت جاي لشنو؟ فعلا اجي رئيس يكون عندي قروش يا رب رئيس.